بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء بقيه الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم اخوتي اخواتي ابنائي بناتي بين ايديكم ملف الكتاب والعتره الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقه التاسعه في الحلقات المتقدمه من برنامجنا هذا كانت الحلقه الاولى والثانيه بمثابه مقدمه للبرنامج اشتملت على ملاحظات وتنبيهات وتوضيحات ومن الحلقه الثالثه الى الحلقه الثامنه كان الحديث عن المشكله الاخطر التي ضربت ساحه الثقافه الشيعيه والتي عنونتها علم الرجال تلكم الحلقات كانت هي الأخرى بمثابة تمهيد لما يأتي من مطالب ومباحث حاولت خلالها أن أجد ربطا بين الملفات والأجزاء السابقة التي تقدمت فيما سلف من الأيام لأجل ان يتواصل المشاهد المتلقي المتابع معي فيما ياتي من حلقات تترابط هي الاخرى في بعض جوانبها مع الملفات ومع الاجزاء السابقه من اجزاء هذا البرنامج أعني ملف الكتاب والعترة، فنحن في الجزء الثالث وتقدم فيما سلف جزآن وسيأتينا بعد هذا الجزء جزء الرابع وهو الجزء الأخير الذي عنونته الخاتمة الحلقة التاسعة التي بين يدي أعتقد انها فعلا هي بدايه برنامجنا الكتاب الناطق بعد المقدمه والتمهيد في مجموعه هذه الحلقات اعني في هذا الاسبوع وما ياتي اخترت عناوين مهمة لمطالب جعلتها او اجعلها نماذج من الفقه من الفتوى من الاحكام سم ما شئت ومن العقيدة ومن التأريخ العقائدي ومن الثقافة العامة ومن القرآن الكريم. عناوين أعرضها بين أيديكم وفقا للطرح الذي أشرت إليه. أعرض هذه العناوين ضمن رؤيتين. ضمن رؤية تقليدية وضمن رؤية وفقا لمنهج لحن القول وكما مر الكلام هناك منطقان منطق رحماني ومنطق شيطاني والمنطق الشيطاني لا بد أن نلتفت إلى أنه يتخفى المنطق الشيطاني في ساحة العلم الديني يتخفى وربما نفس الذي ينطق به يغيب عنه ذلك وقد بينت فيما سلف من ان الناطق بالمنطق الشيطاني ليس بالضرورة ان يكون شيطانا كما ان الناطق بالمنطق الرحماني ليس بالضرورة أن يكون رحمانيا مر هذا الكلام كله العنوان الأول الذي اخترته لهذه الحلقة وللحلقات الآتية في هذا الأسبوع إذا تم الكلام فسنتواصل في حاله عدم اتمام الكلام في حلقات الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى الشهاده الثالثه الشهاده الثالثه في الاذان والاقامه الشهاده الثالثه في التشهد الوسطي والاخير في الصلوات المفروضه والمندوبه الشهاده الثالثه في كل موطن من مواطن الدين والعقيده والحياه ياتي فيها ذكر الشهاده الاولى والثانيه كاعلان الاسلام مثلا الى غير ذلك من المطالب الاخرى العنوان الاول الشهاده الثالثه في الاذان والاقامه في هذه الحلقه ساعرض بين ايديكم اقوال فقهائنا قطعا لا استطيع في حلقه واحده وحتى في حلقتين أن أستعرض كل الأقوال لكنني سأركز على الأسماء اللامعة على علمائنا الذين لهم التأثير الكبير في الساحة العلمية أو لهم التأثير الكبير في الساحة الجماهيرية سأركز على هذه الأسماء اللامعة والباقون الذين لا أجد مجالا لذكر أقوالهم فأقوالهم لن تذهب بعيدا عن أقوال الأعلام الذين سأعرض لما جاء في كتبهم ولما جاء في فتاويهم أبدأ بشيخنا الصدوق رحمة الله عليه وكتابه فقيه من لا يحضره الفقيه. هذا هو الجزء الاول طبعت جامعه المدرسين قم المقدسه صفحه 289 وما بعدها وروى ابو بكر الحضرمي وكليب الاسدي عن ابي عبد الله عليه السلام انه حكى لهما الاذان فقال الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاه مرتين حي على الفلاح مرتين انا اقول مرتين والا الروايه تكرر العبارات حي على خير العمل مرتين الله اكبر مرتين لا اله الا الله مرتين والاقامه كذلك بحسب الروايه الاقامه لا تختلف عن الاذان ولا باس ان يقال في صلاه الغداه يعني صلاه الصبح ولا باس ان يقال في صلاه الغداه على اثر حي على خير العمل الصلاه خير من النوم مرتين للتقي بعد ان اورد هذه الروايه وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا هو الاذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص من مع ملاحظه ان الروايه التي اوردها اولا علائم التقيه واضحه عليها فهو قد الحق بها ولا باس ان يقال في صلاه الغداه على اثر حي على خير العمل الصلاه خير من النوم مرتين للتقيه بل صرح بالتقية بشكل واضح. الشيء الاخر المعروف بين الشيعة ان الاقامة تختلف عن الاذان. وهنا بحسب هذه الرواية الاقامة لا تختلف عن الاذان. فضلا عن ان الشيخ الصدوق في رساله عمليه مختصره الفقيه هو رساله عمليه مفصله لانه هو قال في اول الكتاب الشيخ الصدوق رحمه الله عليه قال بل قصدت الى ايراد ما افتي به واحكم بصحته واعتقد فيه انه حجه فيما بيني وبين ربي رساله عمليه مفصله الشيخ الصدوق عنده رساله عمليه اخرى مختصره الهدايه هذه الطبعه مؤسسه الامام المهدي صلوات الله عليه صفحه 131 باب الاذان والاقامه قال الصادق عليه السلام الاذان والاقامه مثنى مثنى نفس الكلام الموجود وهما اثنان واربعون حرفا الاذان عشرون حرفا والاقامه اثنان وعشرون حرفا يشير هنا بالاثنين الزائدين على فصول الأذان إلى قد قامت الصلاة وإن لم يكن قد ورد ذكرها ولكن حين قال بأن عدد فصول الأذان عشرون الأذان عشرون حرفا الآن إذا نريد أن نحسب الفصول الموجوده في هذه الروايه والتي قال عنها هذا هو الاذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص من عدد الفصول هنا ثمانيه عشر اذا اردنا ان نحسبها ثمانيه عشر في البدايه الله اكبر اربعه ثم الشهادات التوحيد والرساله اربعه فهذه ثمانيه ثم الحيعلات سته ثمانيه وسته أربعة عشر ثم تكبيرتان وتهليلتان ثمانية عشر ثمانية عشر فصل وقال والإقامه كذلك لكن في رسالة الهداية قال بأن عدد فصول الأذان عشرون فلربما يشير الى ما جاء في روايات اخرى وهو ان التكبير ايضا يكون اربعا في اخر الاذان وكذلك في اخر الاقامه بحسب ما يتبناه الشيخ الصدوق من ان الاذان والاقامه على حد سواء وزاد فصلين لعباره قد قامت الصلاه فهنا قال هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص من أنا قلت بأنه قال بحسب رواية الإمام الصادق صلوات الله عليه من أن فصول الأذان عشرون من قال بأن الفصلين هما تكبيران فلربما الشهادة الثالثة حين يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه من أن فصول الأذان عشرون وهنا الأذان فصوله ثمانية عشر الفصلان الزائدان من قال بأنهما تكبيرتان أنا ذكرت هذا الاحتمال باعتبار ورد في روايات الأذان أكثر من رواية أكثر من صيغة وبعض هذه الصيغ تشتمل على تكبيرات اربع في نهايه الاذان لكن هذا الاحتمال ايضا قائم ان الشهاده الثالثه اشير اليها بقول الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من ان فصول الاذان عشرون لا اريد ان اقف طويلا عند هذه القضيه لكن واضح الشيخ الصدوق تبنى شيئا في كتابه الفقيه وتبنى شيئا اخر في كتابه الهدايه مع انه قال هذا هو الاذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه واستمر في الكلام والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا اخبارا وزادوا في الاذان محمد وال محمد خير البريه مرتين وفي بعض رواياتهم بعد اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان عليا ولي الله مرتين ومنهم من روى بدل ذلك اشهد ان عليا امير المؤمنين حقا هناك مجموعه من الروايات هو سماها لان هذه الروايات من روايات المفوضه هذا اقتراح اقتناع رأي حكم من قبل الشيخ الصدوق فهو يتحدث عن روايات وردت عن الأئمة هو يعتقد بأن هذه الروايات من روايات الغلاة من روايات المفوضة والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا هو اتهمهم بالوضع لكن على ارض الواقع هناك اخبار وهذه الاخبار عن الائمه في راي الشيخ الصدوق ان هذه الاخبار موضوعه من الذي وضعها المفوضه لعنهم الله كما يقول شيخنا الصدوق رحمه الله عليه ماذا في هذه الاخبار ان يزاد في الاذان محمد وال محمد خير البريه مرتين في بعض الروايات، في روايات أخرى أشهد أن عليا ولي الله مرتين أيضا. في روايات أخرى أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين. إذا هناك روايات بتصريح الصدوق روايات تقول بأنه يزاد في الأذان مرتين محمد وال محمد خير البريه روايات تقول اشهد ان عليا ولي الله روايات تقول اشهد ان عليا امير المؤمنين حقه ايضا مرتين اذن هناك روايات ولكن الشيخ الصدوق حكم على هذه الروايات بالوضع علما انه لم يذكر لنا هذه الروايات وانما ذكر مضمونها بالمجمل. الغريب هنا ان علماءنا رضوان الله تعالى عليهم يكرعون في كتب المخالفين. شيخ الصدوق في كتبه هناك الكثير والكثير من الاحاديث التي نقلها عن المخالفين. الغريب انه لا الصدوق ولا غير الصدوق نقلوا هذه الروايات المفروض مثلما ينقلون احاديث المخالفين المفوضه ايضا مخالفون لاهل البيت فما الفارق بين النواصب وبين المفوضه المفوضه هم مخالفون لاهل البيت هذا اذا صدق الشيخ الصدوق مرادي اذا صدق اذا صدق رايه العلمي والا شيخ الصدوق لا يكذب هنا هذه قناعته العلميه هذه فتواه اذا صدق الشيخ الصدوق في رايه العلمي وفي فتواه بان هؤلاء مفوضه فالمفوضه مخالفون لاهل البيت كما ان النواصب مخالفون لاهل البيت فلماذا يا علماءنا الاجلاء تريدون احاديث المخالفين وفي احيان كثيره تعتمدون عليها ولا توردون هذه الروايات لماذا؟ مع ان هذه الروايات ليس فيها غلو غايه ما في الامر انك تقول اشهد ان عليا ولي الله فاين الغلو في هذه العباره؟ اشهد ان عليا امير المؤمنين حقا محمد وال محمد خير البريه اين الغلو في هذه العبارات قد يقول قائل المراد من الغلو هو ادخال هذه العبارات في الاذان واين الغلو في ذلك ما هو الاذان من اوله الى اخره اذا اردنا ان نتدبر في معناه فهو من اوله الى اخره يتحدث عنهم صلوات الله عليه وسيأتينا في حلقات هذا البرنامج سيأتينا شرح لمعاني الصلاه من اولها الى اخرها ستاتينا حلقات في شرح معاني الصلاه بحسب منطق الكتاب والعتره لا بحسب منطق الصوفيه او منطق غيرهم لا شأن لي بالاخرين حديثي من عمق الكتاب والعتره لانه في الغالب حين يتحدث عن معاني الصلاه يؤتى بالافكار الصوفيه لشرح الصلاه وبيان معانيها في الغالب في الكتب التي شرحت وتحدثت وبينت معاني واسرار الصلاه ثم يقول الشيخ الصدوق: ولا شك في ان عليا ولي الله وانه امير المؤمنين حقا وان محمدا واله صلوات الله عليهم خير البريه ولكن ليس ذلك في اصل الاذان وانما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزياده المتهمون بالتفويض يعني حتى حينما نسمع ان احدا يقول في اذانه اشهد ان عليا ولي الله حتى يميز حتى نعرف ان هؤلاء مفوضه وانما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزياده المتهمون بالتفويض المدلسون انفسهم في جملتنا يعني الذين يقولون باننا من شيعه اهل البيت وما هم من شيعه اهل البيت هذا هو كلام شيخنا الصدوق ولا اريد ان اطيل الوقوف عنده كثيرا لكنني فقط اعلق اقول بان الشيخ الصدوق في موطن اخر في صفحه 360 من نفس الكتاب الفقيه صفحه 360 تلاحظون نفس الكتاب انا استخرجت صفحه 360 وكان شيخنا محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه الله من أشهر ومن أبرز مشايخ الصدوق يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله يعني الذي ينفي السهو عن النبي مغالي إذن هذا هو المنطق الذي يتكلم به الشيخ الصدوق هذا منطق أستاذه وهذا منطقه من ينفي السهو عن النبي يكون مغاليا. اول درجه في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه واله الى ان يقول وانا الشيخ الصدوق يقول وانا احتسب الاجر يتقرب الى الله باي شيء في تصنيف في تاليف كتاب منفرد في اثبات سهو النبي والرد على منكريه ان شاء الله تعالى. هو عازم على ان يكتب كتابا يتقرب الى الله في اثبات سهو النبي والرد على منكري السهو الذين هم من الغلاة. باعتبار كما قال شيخه ابن الوليد اول درجه في الغلو نفي السهو عن النبي. ثم اعطانا علامة الشيخ الصدوق في كتاب الاعتقادات كتاب مشهور ومعروف لشيخنا الصدوق الاعتقادات اعطانا علامة اخرى نميز بها الغلاة العلامة الاولى كما قال في كتاب الفقيه عند الاذان بانه ذكر ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض والمدلسون انفسهم في جملتنا هكذا قال مره العباره في كتاب الاعتقادات يعطينا علامه اخرى نميز بها الغلاه وعلامه المفوضه والغلاه صفحه ثلاثمئه وثلاثه وعشرين تحقيق وتعليق مؤسسة الإمام الهادي عفوا كتاب الهداية قبل قليل قلت مؤسسة الإمام المهدي مؤسسة الإمام الهادي لم تكن الكتابة واضحة مؤسسة الإمام الهادي صفحة 323 كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق والكتاب له طبعات كثيره وعلامه المفوضه والغلاه واصنافهم ما هي علامتهم؟ نسبتهم مشايخ قم في ذلك العصر في زمن الصدوق وصدوق قمي الصدوق هو محمد بن علي بن بابويه القمي وعلامه المفوضه والغلاه واصنافهم نسبتهم مشايخ قم وعلمائهم الى القول بالتقصير. المشكلة هي المشكلة. وكأن العلماء هم الميزان. من قال بأن علماء قم هم الميزان؟ هذه مشكلة التصنيم موجودة على طول الخط. من قال بأن علماء قم في زمان الشيخ الصدوق هم الميزان؟ بحيث أن من ينسبهم إلى التقصير بحق أهل البيت فهي دلالة على أنه من الغلاة والمفوض الشيخ المفيد يعلق على هذا الكلام والشيخ المفيد تلميذ الصدوق فيعلق على كلام أستاذه يقول فأما نص أبي جعفر يعني الصدوق بالغلو على من نسب مشايخ القميين وعلماءهم الى التقصير فليس نسبه هؤلاء القوم الى التقصير علامه على غلو الناس من الذي وضع هذه العلامه اذ في جمله المشار اليهم بالشيخوخه والعلم شيخوخه شيخوخه في العلم يعني شيوخ القوم اذ في جمله المشار اليهم بالشيخوخه والعلم من كان مقصرا وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحقين إلى التقصير، سواء كانوا من أهل قم، أم غيرها من البلاد وسائر الناس وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن, بن الوليد، الذي مر ذكره وهو أستاذ الشيخ الصدوق وقد سمعنا حكايه ظاهره عن ابي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله لم نجد لها دافعا في التقصير. يعني هو مقصر في قضيه الاعتقاد بالسهو في النبي لم نجد لها دافعا في التقصير. وهي ما حكي عن انه قال اول درجه في الغلو نفي السهو عن النبي والامام فان صحت هذه الحكايه عنه فهو مقصر مع انه من علماء القميين ومشيختهم وقد وجدنا جماعه وردوا الينا من قم باعتبار الشيخ المفيد في بغداد وقد وجدنا جماعه وردوا الينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين وينزلون الائمه عن مراتبهم ويزعمون انهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الاحكام الدينيه حتى ينكت في قلوبهم. وراينا من يقول انهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعه الى الراي والظنون ويدعون مع ذلك انهم من العلماء وهؤلاء من علماء قم وهذا هو التقصير الذي لا شبهه فيه. فكلام شيخنا الصدوق واضح التخبط واضح فيه جدا ان كان في كتاب الفقيه حين حكم على هذه الروايات بانها من احاديث المفوضه ولعنهم ثم قال انه اورد ذلك اورد هذا المعنى كي يعرف المفوضه بذكرهم للشهاده الثالثه في الاذان والاقامه وذكر في نفس الفقيه بان الذي يعتقد بعدم سهو النبي فهذه اول درجه من درجات الغلو وتمنى ان يوفق متقربا الى الله ان يكتب كتابا خاصا بهذه المساله يثبت فيها سهو النبي صلى الله عليه واله ويرد على المعتقدين بعدم سهوه صلى الله عليه واله. ثم جاءنا في كتابه الاعتقاد فوضع لنا علامه للغلاة وهو انهم ينسبون التقصير الى مشايخ قم والى علمائهم. وفعلا في زمان الصدوق كانت ظاهره التقصير واضحه جدا في علماء قم. ومن اراد ان يراجع او ان يدقق سيجد ذلك واضحا. في اقوالهم وفيما حكموا به على الاخرين بالغلو وبالتفويض. انا هنا لا اريد ان اقف على كل كلمه صغيره او كبيره. لكنني بدات بهذا الكلام باعتبار ان كلام الشيخ الصدوق هو الاصل في هذه المساله. في قضية الشهادة الثالثة هو الأصل بين علمائنا بين فقهائنا فكلام الشيخ الصدوق بقي مؤثرا إلى يومنا هذا لذلك وقفت عنده قليلا وإلا فالمسألة بحاجة إلى تفصيل أكثر لكنني لست هنا بصدد التفصيل في كل المطالب في هذه الحلقة أحاول أن أستعرض اقوال علمائنا ومراجعنا واخذ نماذج كما ذكرت اخذ الاسماء اللامعه في الساحه العلميه او في الساحه الجماهيريه هذا قول الشيخ الصدوق الشيخ المفيد وهذه المقنعه رسالته العمليه الشيخ المفيد لم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى موضوع الشهاده الثالثه فقط قال والاذان والاقامه خمسه وثلاثون فصلا الاذان ثمانيه عشر فصلا والاقامه سبعه عشر فصلا فقط هذا الكلام قاله ثم فصل في هذه الفصول ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى الشهاده الثالثه في الاذان والاقامه هذا اتجاه اخر وهذا الاتجاه ايضا نجد له انصارا فهناك الكثير من علمائنا ممن لم يشيروا الى موضوع الشهاده الثالثه في الاذان والاقامه لا من قريب ولا من بعيد الشيخ الطوسي وتقريبا هو صاحب القول المؤثر الى يومنا هذا. هناك قولان تركا تاثيرا في الساحه الشيعيه قول الشيخ الصدوق الى حد ما لكن اقوال الشيخ الطوسي هي التي بقي العلماء يلتزمون بها ويلتزمون باثارها الى يومنا هذا التأثيرات واضحة في كلمات الفقهاء في الرسالة العملية للشيخ الطوسي النهاية النهاية في مجرد الفقه والفتوى ماذا قال الشيخ الطوسي وأما ما روي في شواذ الأخبار الأخبار التي ماذا وصفها الشيخ الصدوق بانها اخبار موضوعه من قبل المفوضه موضوعه يعني مفترات هم كذبوها الشيخ الطوسي يسميها شواذ الغريب هو ايضا لا يذكر هذه الاخبار بينما كتب الشيخ الطوسي تاثيرات المخالفين كلام المخالفين خصوصا في تفسيره التبيان واضح جدا لماذا لا تنقل هذه الاخبار لا ندري هذه الاخبار لم اجد عالما واحدا من علماء الشيعه نقلها فقط يتكلمون عن مضمونها دون ان تنقل هذه الاخبار ويبدو ان هذه الاخبار كثيره كانت لان الشيخ الصدوق تحدث عن عده مضامين ويبدو ايضا انها كانت مشهوره بين الشيعه بين عامه الشيعه اذا تتذكرون في الحلقات السابقه بان الاعتقاد بان اليوم التاسع من ربيع الاول هو اليوم الذي قتل فيه الخليفه الثاني هو الاعتقاد الشائع عند عامه الشيعه اما جمهور فقهاء الشيعه يعتقدون بخلاف ذلك اعتقاد عامة الشيعة يأتي منسجما مع الرواية المنقولة عن إمامنا الهادي اعتقاد الفقهاء يأتي منسجما مع قول النواصب مع قول الناصب الطبري من أن الخليفة الثاني قتل في أواخر ذي الحجة القضية كذلك يبدو من خلال القرائن التاريخية والتي سآتي على ذكرها في يوم غد لا مجال لذكرها الان ساتناول بعض القرائن التاريخيه المشيره الى ان عامه الشيعه يعتقدون بهذه الروايات اما علماء الشيعه فهم لا يعتقدون بها ولم يوردوا هذه الروايات مع انهم اوردوا الكثير والكثير من روايات المخالفين سؤال كبير هذا لماذا لم يورد ولا عالم شيعي واحد هذه الروايات وانما فقط تحدثوا عنها بالمجمل لماذا لم توردوا هذه الروايات يا علماءنا وتناقشون هذه الروايات اليس المفروض هكذا المفروض في التحقيق اذا كنتم تعترضون على هذه الروايات ان توردوا هذه الروايات فتناقشون اسانيدها وتناقشون متونها لماذا هذه الروايات ما اوردتموها وتوردون الكثير والكثير من روايات المخالفين سؤال كبير وعلامه استفهام كبيره ماذا يقول شيخنا الطوسي رحمه الله عليه في النهايه واما ما روي في شواذ الاخبار من قول اشهد ان عليا ولي الله وال محمد خير البريه فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة فمن عمل به كان مخطئا من عمل بهذه الروايات كان مخطئا هذا قوله في النهاية أما المبسوط وهو كتابه الفقهي المفصل هذا هو الجزء الأول مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 148 فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثم به قبل قليل ماذا قال كان مخطئا وهذه قضية التناقض عند الشيخ الطوسي بارزة جدا بارزة جدا خصوصا في كتبه الفقهية الثلاثة النهاية المبسوط والخلاف ولذلك حين يجد الفقهاء للشيخ الطوسي رأيا واحدا في نفس المسألة في هذه الكتب الثلاثة بقول قاطع يؤكدون القضية وقد قال بها الشيخ في الثلاثة بشكل قطعي لانه في الاعم الاغلب اراؤه مختلفه بين هذه الكتب فهناك ماذا قال في النهايه؟ انه من قال بذلك من عمل بذلك من جاء بالشهاده الثالثه كان مخطئا هنا يقول فليس بمعمول عليه في الاذان يعني ما هو بمشروع ما هو بمساله قد وردت عنهم صلوات الله عليهم، فليس بمعمول عليه في الاذان ولو فعله الانسان لم ياثم به غير انه ليس من فضيله الاذان ولا كمال فصوله اذا جاء به الانسان فما هو من فضيله ولا هو بكمال لفصول الاذان وانما الانسان لا يؤثم لو جاء به هناك الانسان يكون مخطئا وهنا لا يؤثم ولكن هذه الاضافه يعني الشهاده الثالثه ليست من فضيله الاذان ولا كمال فصوله هذا كلام شيخنا الطوسي في الموصول وكما قلت قبل قليل كلام الصدوق وكلام الطوسي بقي لهما الاثر الى يومنا هذا تاثيرات موجوده الى يومنا هذا في فتاوى وأقوال فقهائنا ومراجعنا وللشيخ الطوسي التأثير الأكبر العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء حين يتحدث عن هذه المسألة تذكرة الفقهاء الجزء الثالث صفحة 45 يقول قال الشيخ ولو عمل عامل بذلك اي جاء بالشهاده الثالثه لم يكن ماثوما، تلاحظون التاثير؟ تاثير الشيخ الطوسي موجود على طول الخط. قال الشيخ ولو عمل عامل بذلك لم يكن ماثوما. فاما ما روي في شواذ الاخبار من قول ان عليا ولي الله وال محمد خير البريه فمما لا يعمل عليه في الاذان فمن عمل به كان مخطئا كان مخطئا هل هو ماثوم ليس ماثوما اكثر من وجه العلامه الحلي هنا جمع بين القولين مع ان القولين متضاربان لكن العلامه الحلي في كتابه تذكره الفقهاء جمع بين قولين الشيخ الطوسي رحمه الله عليه يعني. الكلام هو هو بالنتيجه موقف العلامه واضح وهذا يتضح ايضا من كتبه الاخرى الشهيدان الاول والثاني وهذا هو كتاب الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه اللمعه الدمشقيه رساله عمليه للشهيد الاول الروضه البهيه شرح لللمعه الدمشقيه للشهيد الثاني فما ساقراه هو كلام الشهيدين كلام الشهيد الاول والشهيد الثاني وهما في عصر قريب من عصر العلامه الحلي الشهيد الأول قتل سبعمية وستة وثمانين للهجرة والشهيد الثاني قتل تسعمية وخمسة وستين للهجرة هذا هو الجزء الأول من شرح اللمعة الدمشقية مؤسسة الأعلمي الطبعة المعروفة بحاشية السيد محمد كلانتر حاشية السيد محمد كلانتر الطبعة المعروفة لللمعة الدمشقية الجزء الاول صفحة 240 والكلام مخلوط ممزوج بين كلام الشهيد الاول والثاني باعتبار ان الشهيد الثاني يشرح كلام الشهيد الاول ولا يجوز اعتقاد شرعيه غير هذه الفصول فصول المتقدمه تكبيرات الشهاده الاولى الثانيه والحيعلات الحيعلات الثلاثه يعني حي على الصلاه حي على الفلاح حي على خير العمل ولا يجوز اعتقاد شرعيه غير هذه الفصول في الاذان والاقامه التشهد لا يجوز بالولايه لعلي عليه السلام وان محمدا واله خير البريه او خير البشر وان كان الواقع كذلك فما كل واقع حقا يجوز ادخاله في العبادات الموظفة شرعا قال الصدوق الى ان يقول قال الصدوق ان ادخال ذلك فيه من وضع المفوضه وهم طائفه من الغلاه ولو فعل هذه الزياده او احداها بنيه انها منه من الاذان اثم في اعتقاده ولا يبطل الاذان بفعله وبدون اعتقاد ذلك لا حرج وفي المبسوط يعني في كتاب المبسوط للشيخ الطوسي اطلق عدم الاثم به تلاحظون كلام الصدوق والطوسي هو الذي سيتردد وتبقى اصداء هذا الكلام الى يومنا هذا والد الشيخ المجلسي شيخ محمد تقي المجلسي هناك كلام مذكور له بعد ان يشير الى نفس المضامين وهكذا قول اشهد ان عليا ولي الله هو قال بانه يكره الاتيان بهذه الشهاده الى ان يقول ولو اتى بها شخص اتقاء من الجهله يأتي بها اتقاء من الجهله. التقية تكون من اعداء اهل البيت، هذه تقية من الشيعة، من جهلة الشيعة كما هو يقول. ولو أتى بها شخص اتقاء من الجهلة، أو تيمنا وتبركا، وهو يعلم أنه ليس من فصول الأذان فذاك جائز. يعني تأتي بها اتقاء من الجهلة. باعتبار بعض الجهلة الذين لا يقبلون بان إمام الجماعة يقيم الصلاة من دون ذكر الشهادة الثالثة، هو هذا اعتقاد علمائنا هؤلاء جهلة، ولو أتى بها شخص اتقاء من الجهلة أو تيمنا وتبركا فارق كبير بين اتقاء من الجهلة أو تيمنا وتبركا ستلاحظون التخبط على طول الخط والذي فتح باب التخبط هو الشيخ الصدوق ولاحظتم التخبط ايضا عند الشيخ الطوسي ففي كتاب النهايه يقول شيئا وفي كتاب المبسوط يقول شيئا ولاحظتم التخبط عند العلامه الحلي في تذكره الفقهاء جمع بين القولين وهما متضاربان وجعلهما قولا واحدا ولو أتى بها شخص اتقاء من الجهل أو تيمنا وتبركا وهو يعلم أنه ليس من فصول الأذان فذاك جائز الشيخ المجلسي ينقل عنه بأن والده الشيخ محمد تقي المجلسي قد تراجع عن هذا القول وذهب إلى القول بجزئيتها المستحبة هذا هو بحار الأنوار طبعا دار إحياء التراث العربي وهذا الجزء الحادي والثمانون بعد أن يذكر أقوال العديد من أعلام الطائفة يقول الشيخ المجلسي وأقول لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان ولا يستبعد ان تكون الشهاده بالولايه جزءا انها جزء مستحب من اجزاء الاذان جزء مستحب لشهاده الشيخ والعلامه والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها قال الشيخ في المبسوط الى اخر شيء تلاحظون كلام الشيخ الطوسي هو الجاري على طول الخط الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع الجزء الاول صفحه 118 ما يكره في الاذان والاقامه وكذا التثويب سواء فسر بقول الصلاه خير من النوم او بتكرير الشهادتين دفعتين او الاتيان بالحيعلتين مثنى بين الاذان والاقامه وكذا غير ذلك من الكلام وان كان حقا يشير الى الشهاده الثالثه وكذا غير ذلك من الكلام وان كان حقا بل كان من احكام الايمان الشهاده الثالثه الولايه لعلي بل كان من احكام الايمان لان ذلك كله مخالف للسنه لسنه النبي فان اعتقده شرعا فهو حرام كراهه شديده ان يؤتى بالشهاده الثالثه في الاذان والاقامه واذا جاء بها واعتقد بها شرعا من انها جزء من اجزاء الاذان والاقامه فهو حرام هذا كلام الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع الجزء الاول صفحه 118 شيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظره ايضا يشير الى اقوال المتقدمين ثم يشير الى كلام الشيخ المجلسي من انه لا يستبعد ان ان تكون لا يستبعد ان تكون الشهاده الثالثه جزء مستحب من اجزاء الاذان، يقول: ونعم ما قال الشيخ المجلسي اقول لا يبعد كون الشهاده بالولايه من الاجزاء المستحبه للاذان، فقول صاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني صفحه 403 وهذا هو الجزء السابع من الحدائق الناضره مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة إيران شيخ جعفر كاشف الغطاء وهذا كشف الغطاء الجزء الثالث كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء تحقيق مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان الرضوي هذا الجزء الثالث صفحة 145 ماذا يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء ثم قول هو كلام طويل لا استطيع ان اقرأ كل ما ذكره لكن اذهب الى خلاصه القول في صفحة 145 ثم قول وان عليا ولي الله مع ترك لفظ اشهد ابعد عن الشبهه يفضل أن تقول وإن عليا ولي الله من دون أشهد لا تقول أشهد أن عليا ولي الله وإن عليا ولي الله تقول أشهد أن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله أو هكذا تقول إن عليا ولي الله تقولها من دون كلمة أشهد تقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله إن عليا ولي الله ثم قول وإن عليا ولي الله مع ترك لفظ أشهد أبعد عن الشبهة لا أدري أي شبهة هي الشبهة أين على أي حال الشبهة في أذانهم في أذان علمائنا رضوان الله تعالى عليه ومراده من الشبهة ان تحصل شبهه عند الذي يستمع الى الاذان ان الشهاده الثالثه من اجزاء الاذان حتى لا تحصل شبهه خصوصا عند المخالفين اهم شيء المخالفون خصوصا السنه حتى لا نجرح مشاعرهم فحتى لا يحدث اشتباه لا تحدث شبهه لان الشهاده الثالثه ليست من اجزاء الاذان هي هذه المشكله أنا قرأت في بعض الكتب أنه للشيخ جعفر كاشف الغطاء رسالة يوجهها إلى الشاه الإيراني فتح علي شاه القاجاري يطلب منه أن يرفع الشهادة الثالثة من الأذان والحقيقة لست متأكدا من هذا لكنني قرأت هذا في بعض الكتب وبحسب هذا المصدر من ان الشيخ كاشف الغطاء كتب رساله في ذلك كتب رساله فقهيه وارسلها الى الشاه الايراني وايضا قرات بان الميرزا الاخباري وكانت فيما بينهما منافره وعداوه شديده كتب رساله مضاده لهذه الرساله ولا ادري مدى صحه هذه المعلومه حقيقه. حاولت ان ابحث عنها لم يكن عندي متسع من الوقت وكثره المشاغل ونسيت متابعتها حقيقه في دوامه المشاغل. مع الشيخ كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء. لذلك المعلومه التي اشرت اليها لا اقطع بصحتها ولا اثبتها رسميا في البرنامج لانني لم اصل الى النتيجه القطعيه بخصوص هذه القضيه فقط اشرت اليها هكذا عرضا ثم قول وان عليا ولي الله مع ترك لفظ اشهد ابعد عن الشبهه ولو قيل بعد ذكر رسول الله هكذا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله على محمد سيد المرسلين وخليفته بلا فصل علي ولي لا أمير المؤمنين لكان بعيدا عن الإيهام وأجمع لصفات التعظيم والاحترام صلى الله على محمد طبعا هذه من تأليفه من عنده لا توجد روايات الروايات تقول اشهد ان عليا ولي الله ولكن لاجل ان ندفع الشبهه هناك شيء في القلوب لاجل ان ترتاح هذه القلوب ثم قول وان عليا ولي الله مع ترك لفظ اشهد ابعد عن الشبهه ولو قيل بعد ذكر رسول الله صلى الله على محمد سيد المرسلين وخليفته بلا فصل علي ولي الله امير المؤمنين لكان بعيدا عن الايهام واجمع لصفات التعظيم والاحترام ويجري في وضعه في الاقامه نحو ما جرى في الاذان، نفس الكلام هذا يجري في الاذان والاقامه، هذا ما جاء في كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء للشيخ جعفر كاشف الغطاء والحقيقه العنوان يكشف عن مبهمات الشريعة وأدخلنا في مبهم من المبهمات وما كشف لنا عن هذا المبهم بالعكس هو زاد الأمر إبهاما وإيهاما وقال بأنه لو قلنا كذلك رفعنا الإيهام هو بكلامه هذا زاد الأمر إبهاما وإيهاما شيخنا الإحسائي شيخ أحمد الإحسائي رحمة الله عليه في مختصر الرساله الحيدريه هذا هو المجلد السابع عشر من مجموعه مؤلفات الشيخ الاحسائي مؤسسه الاحقاقي الكويت المجلد السابع عشر الجزء السابع من جوامع الكلم مختصر الرسالة الحيدرية صفحة 276 ماذا يقول شيخنا الإحسائي؟ والتثويب في الأذان وهو بدعة، التثويب يعني الصلاة خير من النوم. تثويب يعني كأن المؤذن يقول بأن ثواب الصلاة خير من ثواب النوم، هذا المراد من التثويب، مصطلح فقهي. والتثويب في الأذان وهو بدعة وهو قول المؤذن الصلاه خير من النوم مثنى بعد الحيعلتين في اذان الصبح او غيرها بحسب اذان المخالفين وهنا يتحدث عن كراهيه التثويب واما قول اشهد ان عليا ولي الله محمد وال محمد خير البريه في الاذان فلا يعمل عليه يعني هو بدعه لا يعمل عليه لم يكن مشروعا لم يكن مسنونا وليس من فصول الأذان وإن كان حقا بل قال ابن بابوي يعني الشيخ الصدوق إنه من موضوعات المفوضة تلاحظون الكلام الذي أطلقه الشيخ الصدوق وهو تخبط والكلام الذي أطلقه الشيخ الطوسي وهو تخبط وتضارب لا زال جاريا وساريا عبر العصور الى يومنا هذا. صاحب الرياض مر الحديث في الحلقات المتقدمه الحلقات الاولى عن قصه وقعت بين مرجعين بين صاحب الرياض السيد علي الطباطبائي وبين صاحب القوانين الميرزا ابو القاسم القمي في قضيه الكشمش. صاحب الرياض هو هذا صاحب رياض المسائل ومنه يظهر الكلام موجود في رياض المسائل ماذا يظهر من قوله من قول صاحب رياض المسائل ان محمدا واله خير البريه وكذا عليا ولي الله مع عدم قصد الشرعيه في خصوص الاذان يجوز ذلك والا فيحرم قطعا من دون اعتقاد الجزئيه من دون اعتقاد الشرعيه مع عدم قصد الشرعيه في خصوص الاذان والا فيحرم قطعا ثم يقول ولا اظنهما من الكلام المكروه ايضا هو لا يظن من ان قول اشهد ان عليا ولي الله من الكلام المكروه هذا كلام السيد علي طباطبائي في رياض المسائل اما الميرزا القمي اللذان اختلفا في قضيه الكشمش يبدو انهما يتفقان في هذه القضيه هذا كتاب جامع الشتات وهو باللغه الفارسيه بعض المطالب باللغه العربيه بعض المطالب باللغه الفارسيه سؤال موجه للميرزا ابو القاسم القمي في جامع الشتات مضمون هذا السؤال انه هناك من يقول هناك من يقول لا بد من ذكر علي في الصلاه فان حقيقه الصلاه وان صوره الصلاه لا تكمل الا بذكر علي فما تقولون فهو قال قال يجوز أن تذكر الشهادة الثالثة في الأذان تيمنا تبركا هكذا من دون الشرعية من دون الجزئية والأحوط تركها في الإقامة وأما القول بأن صورة الصلاة لا تكمل إلا بذكر علي فهذا قول غير صحيح هذا كلام الميرزا أبو القاسم القمي في جامع الشتات صاحب جواهر الكلام هذه الطبعة مؤسسة المرتضى العالمية دار المؤرخ العربي وهذا الجزء الثالث صفحة 546 547 أيضا أشار إلى شواذ الأخبار التي مر الكلام عنها الكلام الذي تقدم وأشار الى كلام الصدوق وأشار الى كلام الشيخ الطوسي، قلت الكلام مستمر الى ان يقول بل لولا تسالم الاصحاب تسالم الاصحاب على اي شيء؟ تسالم الاصحاب على عدم جواز ذكر الشهادة الثالثة بعنوان الجزئية بل لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية صاحب الجوار يقول لكن لأن الأصحاب والأصحاب بنوا أقوالهم على تخبط عند الشيخ الصدوق وعلى تخبط عند الشيخ الطوسي هكذا تسالم الأصحاب تسالم الأصحاب بالحقيقة الأفضل لولا تخبط الأصحاب لانهم تسالموا على تخبط عند الشيخ الصدوق وتخبط عند الشيخ الطوسي والكلام واضح كما مر علينا بل لولا تسالم الاصحاب لامكن دعوى الجزئيه بناء على صلاحيه العموم لمشروعيه الخصوصيه والامر سهل هو خلاصه كلامه هذا بانه لولا ان الاصحاب لولا ان فقهاء الشيعه قد تسالموا قد اتفقوا على عدم جزئيه الشهاده الثالثه انها من اجزاء الاذان والاقامه لكان ممكنا ان نقول بان الشهاده الثالثه من اجزاء الاذان والاقامه النتيجه هو لا يقول بالجزئيه النتيجه نفس الشيء لا يجوز القول بالجزئيه سيدنا القوئي في منهاج الصالحين هذه الطبعه طبعه مهر قم الف وعشره ذو الحجه طبعه الثامنه والعشرون الجزء الاول صفحه مئه وخمسين الفصل الثاني فصول الاذان وتستحب الصلاة على محمد وال محمد عند ذكر اسمه الشريف، اسم النبي صلى الله عليه واله واكمال الشهادتين، يعني ويستحب اكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وامرة المؤمنين في الاذان وغيره. استحباب اكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وامرة المؤمنين، قطعا في ابحاثه الخارج هو قد فصل الكلام في ذلك ايضا يشترط عدم الجزئية وهذا واضح في كلامه في ابحاثه الخارج لكنه قال باستحباب اكمال الشهادتين بالشهادة الثالثة. السيد الخميني في الرسالة العملية تحرير الوسيلة لم يشر إلى هذا الموضوع ولكن في كتابه الاداب المعنويه للصلاه نقرا جاء في صفحه 264 قد ورد في بعض الروايات غير المعتبره ان يقال بعد الشهاده بالرساله في الاذان اشهد ان عليا ولي الله مرتين وفي بضع الروايات وفي بعض الروايات يبدو وفي بعض الروايات اشهد ان عليا امير المؤمنين حقا مرتين وفي بعض اخر محمد وال محمد خير البريه وقد جعل الشيخ الصدوق رحمه الله هذه الروايات من موضوعات المفوضه وكذبها والمشهور بين العلماء رضوان الله عليهم عدم الاعتماد بهذه الروايات عجمه واضحه عدم الاعتماد على هذه الروايات الكتاب في اصله باللغه الفارسيه وهذه الترجمه هي ترجمه السيد احمد الفهري من تلامذه السيد الخميني وجعل بعض المحدثين يشير الى الشيخ المجلسي وجعل بعض المحدثين هذه الشهادة جزءا مستحبا من جهة التسامح في أدلة السنة وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب وإن كان أداؤها بقصد القربة المطلقة أولى لا وأحوط لأنه يستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية وإمارة المؤمنين كما ورد في حديث الاحتجاج ويورد الحديث إلى أن يقول وبالجمله هذا الذكر الشريف يستحب بعد الشهاده بالرساله مطلقا وفي فصول الاذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وان كان الاحتياط يقتضي ان يؤتى به بقصد القربه المطلقه لا بقصد الخصوصيه في الاذان لماذا لتكذيب العلماء الاعلام تلك الروايات تلاحظون ان السيد هنا متردد متحير مره يقول وجعل بعض المحدثين هذه الشهاده جزءا مستحبا قال وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب ثم قال وان كان اداؤها بقصد القربه المطلقه اولى واحوط ثم قال وفي فصول الاذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية والسبب ماذا هو أقوال العلماء نفس القضية قول الصدوق قول الشيخ الطوسي أقوال العلماء السابقين الصراط القوي الرسالة العملية للسيد الشهيد محمد الصدر دار الأضواء بيروت لبنان صفحة 65 المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة في نهاية المسألة 168 وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف نفس الكلام الذي مر في الرسالة العملية للسيد الخوي وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره وإتمام ذلك بالصلاة والسلام عليه نفس الكلام فقط أضاف هذه العبارة وإتمام ذلك بالصلاة والسلام عليه يعني بعد ان تقول اشهد ان عليا ولي الله تقول صلوات الله وسلامه عليه ايضا بهذا الشرط بشرط بشرط عدم الاعتقاد بجزئيه الشهاده الثالثه المسائل المنتخبه للسيد السيستاني دام ظله طبعا دار المؤرخ العربي بيروت لبنان صفحه 115 114 ذكر فصول الاذان والاقامه صفحه 115 والشهاده بولايه امير المؤمنين عليه السلام مكمله للشهاده بالرساله ومستحبه في نفسها وان لم تكن جزءا من الاذان ولا الاقامه وكذا الصلاة على محمد وال محمد عند ذكر اسمه الشريف فهي مكملة ومستحبة في نفسها وان لم تكن جزءا من الاذان والاقامة الاحكام الفقهية الرسالة العملية للمرجع المعاصر سيد محمد سعيد الحكيم دام ظله مؤسسة المرشد بيروت لبنان صفحة خمسة مسألة أربعة ورد في بعض الأخبار أن من أجزاء الأذان الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين بل عن بعض كتب الجمهور المخطوطة أن أبا ذر أذن بالولاية له فشكاه الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله فأقره على ما فعل إلا أنه حيث لم تثبت حجيه الاخبار المذكوره فلا مجال للاتيان بها بنيه انها من اجزاء الاذان نعم يحسن الاتيان بها برجاء كونها برجاء وليس قطعا ان يؤتى بها برجاء ان تكون من اجزاء الاذان المستحبه او برجاء كونها مستحبه في نفسها الى ان يستمر فيقول: ولا بدع مع كل ذلك نفس عملية التردد في كلام الفقهاء السابقين الانتقال من قول إلى قول آخر، وجود احتمالات عديدة ولا بدع مع كل ذلك أن يؤتى بها في الأذان والإقامة تأكيدا عليها وتثبيتا لمضمونها لا بنية الجزئية منهما كما فعل المسلمون في عصر النبي يوم قتلوا عيهل الاسود العنس الكذاب لعنه الله فقد قال مؤذنهم امعانا في الحط لدعوته واعلانا بخمود نارها اشهد ان محمدا رسول الله وان عيهل كذاب ولم ينكر احد عليهم بانهم قد ادخلوا الأذان ما ليس من وانما تركوا ذلك ولم يستمروا عليه لعدم الحاجه له بعد ان ماتت دعوه العنس بقتله اما شهادتنا هذه فلا زال المسلمون في حاجه للاعلان بها بعد ان تجاهلها البعض بل لا زالوا مصرين على انكارها ليس انكار الشهاده وانما انكار الولايه لعلي ويتحدث يعني السيد هنا يقول كما ان المسلمين بعد ان قتلوا الاسود العنسي ذكروا ذلك في الاذان ولم يعترض عليهم احد ورفعوا هذه القضيه باعتبار ان قضيه الاسود العنسي انتهت، يقول فان قضيه امير المؤمنين لا زالت قائمه وهناك من ينكر ولايته فلا باس بذكر الشهاده الثالثه يقول وعلى ذلك جرى اتباع اهل البيت على مر العصور وتعاقب الدهور حتى صار شعارا لهم ورمزا للايمان من دون ان يدعي احد منهم ان ذلك جزء من الاذان او الاقامه هو هنا السيد يقول بان الحاجه هي التي تجعلنا نذكر الشهاده الثالثه في الاذان والاقامه باعتبار ان ولايه امير المؤمنين لا زال القوم ينكرونها فنحن نذكر بها والا فلا علاقه لها بالاذان والاقامه وشبه هذه القضيه بقضيه مقتل الاسود العنسي وما ذكره المسلمون في اذانهم الفتاوى الواضحه سيد محمد باقر الصدر وهذه الطبعه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان 1992 ميلادي 1412 صفحه 386 الفتاوى الواضحه للسيد الشهيد محمد باقر الصدر بعد ان يذكر فصول الاذان والاقامه من دون ذكر للشهاده الثالثه يعلق يقول: وصوره الاذان والاقامه محدده شرعا ضمن ما ذكرناه فلا يجوز ان يؤتى بشيء اخر من الكلام فيها على اساس انه جزء منها واما التكلم بكلام او جمله بدون ان يقصد المؤذن او المقيم جعله جزءا من اذانه واقامته فهو جائز يعني ان تاتي باي كلام بالشهادة الثالثة او اي شيء اخر واما التكلم بكلام او جمله بدون ان يقصد المؤذن او المقيم جعله جزءا من اذانه واقامته فهو جائز الخلاصه ما هي الجميع يتفقون على ان الشهاده الثالثه ليست مشرعه في الاذان والاقامه وهنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر يقول ذكرها جائز يعني ليست داخلة في دائره الاستحباب جائز كذكر اي كلام اخر يمكن ان يقال داخل الاذان والاقامه لا بقصد الجزئيه السيد محمد حسين فضل الله في المسائل الفقهيه جزء 2 صفحه 123 وهو يتحدث عن الشهاده الثالثه في الاقامه فماذا يقول لا اجد مصلحه شرعيه في ادخال اي عنصر جديد في الصلاه في مقدماتها وافعالها لان ذلك قد يؤدي الى مفاسد كثيره فالشهاده الثالثه ذكرها في الاقامه يؤدي الى مفاسد كثيره لا اجد مصلحه شرعيه في ادخال اي عنصر جديد في الصلاه وهو يتحدث عن الشهاده الثالثه في سياق الكلام عن الشهاده الثالثه لان ذلك قد يؤدي الى مفاسد كثيره سيد محمد الشيرازي في كتابه الموسوعي كتاب الفقه سيد محمد الشيرازي رحمه الله عليه يقول واما الشهاده لعلي عليه السلام بالولايه وامره المؤمنين هو شرح وبيان وتفصيل لما جاء في كلام صاحب العروه فصاحب العروه يقول بان الشهاده الثالثه ليست جزءا من الاذان والاقامه السيد محمد الشيرازي هكذا يقول: واما الشهاده لعلي عليه السلام بالولايه وامره المؤمنين فالظاهر انها جزء من الاذان والاقامه كسائر الفصول وان قال المصنف صاحب العروه انها ليست جزءا منهما اما وجه العدم فلانه لم ترد هذه الشهاده في الروايات السابقه وجه العدم الذي قال به صاحب العروه وأما وجه الجزئية الذي يتبناه سيد محمد الشيرازي فلأنه ورد ذلك في جملة من الروايات إلى آخر كلامه لكنه في كتابه من فقه الزهراء صفحة 163 سيد الشيرازي طبعا دار العلوم هيئة أنصار الحجة الكويت صفحة 163 الشهادة الثالثة في الأذان ونظرا لهذا الكلي ولروايات عديدة لهذا الكلي مطالب تقدم ذكرها التزمنا تبعا لعدد من الفقهاء باستحباب الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله في الأذان والإقامة بل وجزئيتها ايضا القول بجزئيه الشهاده الثالثه جزئيه مستحبه في الاذان والاقامه هذا هو قول السيد الشيرازي والذي بدا في كتابه من فقه الزهراء اضعف واقل مما قاله في كتابه الموسوعي الفقه السيد صادق الشيرازي في تعليقه على العروة الوثقى وهذا هو الجزء الاول صفحة 532 صاحب العروة يقول: واما الشهادة لعلي بالولاية وامرة المؤمنين فليست جزءا منهما هو يعلق في الحاشية سيد صادق الشيرازي يقول لجزئيتها فيهما وجه يعني لو قلنا بأنها من أجزاء الأذان والإقامة فالكلام وجيه لا على وجه القطع في رسالته العملية جامع المسائل الشرعية دار العلوم طبعا دار العلوم صفحة 106 الأظهر أن أشهد أن عليا ولي الله جزء من الأذان والإقامة ويستفاد ذلك من بعض الروايات بالجمع بين ما ذكره في العروة الوثقى في حاشيته على العروة الوثقى وهنا وهو موافق لرأي شقيقه سيد محمد الشيرازي فهو يقول بالجزئية المندوبة جزئية مستحبة هناك قول للشيخ عبد النبي العراقي يقول وقد انقدح عما ذكرنا من الادله استحباب الشهاده بالولايه لعلي باحدى الصيغتين في الاذان والاقامه باحدى الصيغتين يعني اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا امير المؤمنين حقه وقد انقدح عما ذكرنا من الادله استحباب الشهاده بالولايه لعلي باحدى الصيغتين في الاذان والاقامه، فان مقتضى القاعده الاوليه وجوب الشهاده فيهما كما فصلنا، لكن دعوى الشهره على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب، فلا بد ان نقول بها وانها مشروعه فيهما بنحو الجزئيه الندبيه. الشيخ عبد النبي العراقي هذا الكلام انقله عن رساله الهدايه التي ذكر فيها احد تلامذته تقريرا لبحثه بخصوص الشهاده الثالثه للشيخ عبد النبي العراقي رحمه الله عليه خلاصه قوله ان الادله المتوفره عنده تصرح بان الشهاده الثالثه جزء واجب ولكن لان جمهور الفقهاء رفض ذلك فهو ذهب الى القول بالجزئيه الندبيه وما علاقه جمهور الفقهاء اذا كانت الادله تشير الى انها جزء واجب تقريبا هذه النماذج المهمة والواضحة التي اسعفني الوقت ان اطرحها بين ايديكم ولا اريد ان اطيل الحلقة اكثر من ذلك فانا احفظ الكثير من الاقوال يمكنني ان اورد لكم الكثير من اقوال الفقهاء من دون وجود المصادر لكنني اعتقد ان هذا الطرز من الحديث يتعب المشاهد. بعد هذه الجوله وما هو بعدد قليل من اعلام الطائفه كما قلت انني اخترت نماذج من الاسماء اللامعه جدا في الوسط العلمي ومن الاسماء اللامعه جدا في الوسط الجماهيري لها جمهورها الواسع ولها اتباعها الكثر. فاخترت الاسماء على هذا الاساس ما هو الذي رايناه في هذا الاستعراض لهذه الاقوال اولا المشكله بدات من تخبط عند الشيخ الصدوق وعند الشيخ الطوسي وبقي هذا التخبط يتحرك الى يومنا هذا ولو انكم تقرؤون كل التفاصيل ستعرفون بالدقه ما اقصد ان هذا التخبط يجري الى اليوم. تخبط بدا به الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي رحمه الله عليهما وبقي جاريا الى هذا اليوم. هذا اولا. وثانيا رايتم التردد واضحا في كلمات الفقهاء والمراجع والاعلام. يتنقلون من قول الى قول فما هم متاكدون من النتيجه النهائيه التي افتوا بها وهذا واضح في كل كلمات القوم لو قراتم تفاصيل كلامهم مع انني قرات نزرا يسيرا من كلامهم وكان التردد واضحا وعدم الوضوح وعدم الثبات القطعي على قول لكن بالنتيجه يصلون الى قضيه جواز ذكر الشهاده الثالثه او الاستحباب بهذا الشرط بشرط عدم الجزئيه ولاحظتم ان الكثير منهم قال بان من يعتقد بالجزئيه فذلك امر محرم لا يجوز اعتقاد الجزئيه لا يجوز اعتقاد جزئيه الشهاده الثالثه للاذان والاقامه النقطه الثالثه وهي واضحه وجليه جدا هو الاختلاف الشاسع بين الاقوال هي قضيه واحده الشهاده الثالثه لعلي وهي من اوضح الواضحات لماذا هذا التخبط هل هذا التخبط والاختلاف منطق رحماني او منطق شيطاني القضيه راجعه اليه المساله الرابعه هو ان الروايات التي تحدثت عن ذكر الشهاده الثالثه في الاذان والاقامه والتي اشار اليها الشيخ الصدوق والبقيه اشاروا لم يوردها احد من هؤلاء الاعلام ولا من غيرهم، لم اجد محدثا ولا عالما شيعيا واحدا اورد تلكم الروايات، لماذا لا ادري؟ اليس المفروض ان يوردوا الروايات ويناقشوا اسانيدها ويناقشوا متونها وبعد ذلك يعطوا الحكم عليها. حكموا عليها الشيخ الصدوق حكم عليها بالوضع وانها من روايات المفوضه. الشيخ الطوسي، العلامه الحلي، الشهيد الاول، الشهيد الثاني وغيرهم. حكموا على هذه الروايات بانها شواذ. المتاخرون اسقطوا حجيتها واعتبارها. ولاحظتم كيف ان المراجع يتحدثون بانه لا اعتبار ولا حجيه لهذه الروايات. مع انهم يقولون بان هذه الروايات داله على الجزئيه. الى اخر قول قول الشيخ عبد النبي العراقي من ان الادله تشير الى الجزئيه الواجبه ولكن لان الاصحاب قالوا بخلاف ذلك فهو لا يريد ان يخالف الاصحاب فقال بالجزئيه الندبيه بالجزئيه المستحبه اعتقد ان الصوره باتت واضحه جدا في اختلاف الاقوال في هذه المساله الى هنا واكتفي بالحديث في هذه الحلقه بقيه الكلام ياتينا ان شاء الله تعالى في حلقه يوم غد نفس الموعد ونفس الشاشه القمر الفضائيه بث مباشر وانا في خدمتكم تتمه الحديث انتظروني غدا الموضوع مهم جدا في غايه الاهميه اترككم في رعايه القمر سلاما يا قمر اسالكم الدعاء في امان الله